يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الحلف برب البيت ورب المصحف والمصحف؟ رب البيت نعم لا بأس، رب الكعبة لا بأس، أما المصحف ما يقال رب المصحف، المصحف كلام الله عز وجل، ما يقال رب القرآن، لأن هذا يعطي شبهة أن القرآن مخلوق. نعم، مثل الكعبة ما يصلح هذا، الكعبة مخلوقة لكن القرآن ما هو مخلوق. نعم، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وهو بصفاته غير مخلوق جل وعلا. نعم.